السلام عليكم أعزائي التلاميذ، نتناول إن شاء الله درس مادة التاريخ مستوى الرابع المتوسط. المقطع التالي هو غير تعلمي رقم 2، المقاومة السياسية والحركة الوطنية في الجزائر من 1919 إلى 1954. أولا نتعرف على مفهوم الحركة الوطنية. ماذا نقصد بالحركة الوطنية؟ هي مقاومة سياسية وفكرية ظهرت في الجزائر مطلع القرن العشرين، بمعنى أن الشعب الجزائري مطلع القرن العشرين غير من أسلوب الكفاح من كفاح مسلح عسكري إلى كفاح سياسي سلمي. ثانيا عوامل ظهور الحركة الوطنية، هناك عوامل داخلية وأخرى خارجية ساهمت في ظهور الحركة الوطنية في الجزائر. أولا العوامل الداخلية، أول عنصر هو استمرار الاحتلال الفرنسي آليا. السبب الرئيسي لنضال سياسي في الجزائر أو نضال مسلح هو استمرار الاحتلال الفرنسي. السياسة الاستعمارية وما نتج عنها من حرب ذاتية، تجنيد إجباري وطمس الشخصية الوطنية. إذ إلى ذلك فشل الثورات الشعبية المسلحة في تحقيق الاستقلال. قانون التجنيد الإجباري الذي كان في 1912 لانتفاضة فرنسا على شباب الجزائر المشاركة في الحرب العالمية، وحاول القضاء على الهوية الوطنية، وقانون 1919 الذي سمح بالعمل السياسي. ب العوامل الخارجية، هناك عوامل أخرى خارجية حدثت خارج الجزائر لكن كان لها تأثير فعال في ظهور الوعي السياسي في الجزائر، وكذلك ظهور الحركات التحررية في العالم المستقبلي. أولا عدم ظهور حركة الإصلاح الديني والجامعة الإسلامية بزعامة جمال الدين الأخراني التي كانت في المشرق العربي. عودة المثقفين من المهجر وتأطرهم بالحركات الإصلاحية في المشرق وأوروبا. ثالثا الحرب العالمية الأولى 1914-1918 والشعارات التحررية كمبادئ الرئيس الأمريكي ويلسون، المبادئ 14 منها حق الشهود في تقرير المصير. عودة الطلاب الجزائريين من المشرق العربي والمجندين في الحرب العالمية الأولى بأفكار تحررية من خلال ما شاهدوه في الحركة الحرمية في الحرب العالمية الأولى. الآن هذه العوامل سواء داخلية أو خارجية كلها بلورت فكرة الكفاح أو النضال السياسي في الجزائر مطلع القرن العشرين. ثالثاً ننتقل الآن إلى أهم اتجاهات الحركة الوطنية في الجزائر ما بين 1919 إلى 1939. أهم اتجاهات الحركة الوطنية عندنا جدول يبين لنا الاتجاه الزعيم الحزب وتأسيسه، تاريخ تأسيس الحزب وأهم المراحل. أول اتجاه ظهر في الجزائر كان اتجاه المساواة بزعامة الأمير خالد الجزائري. الأمير خالد هو أكيد الأمير عبد القادر. أسس حزب الإفاق الجزائري 1919. أهم مطالبه هي الاعتراف السياسي أو الاعتراف بالاستقلال السياسي للجزائر وحق التنفيذ النيابي، معناتها حق تمثيل الجزائريين في المجالس النيابية الفرنسية. ثانيا الاتجاه الاستقلالي الثوري بزعامة أحمد مصالح ألف. أسس أحمد
العام الحالي، فأعيد تأسيسه من جديد تحت اسم حزب الشعب الجزائري في 11 مارس 1937. أهم مطالبه الاستقلال التام وجلاء الاحتلال، ما خطر العدو الفرنسي تماما لأرض الجزائر. ثالثا، الاتجاه الليبرالي الإدماجي أسسه فرحات عباس وابن جدل وغيره وابن تهاني تحت حزب في دراية المنتخبين المسلمين الجزائريين في جوان 1927. من مطالبه المساواة في الحقوق وحق التمثيل النيابي للجزائريين في المجالس الفرنسية. رابعا، الاتجاه الإصلاحي بزعامة وبقيادة عبد الحميد بن باديس الذي أسس جمعية العلماء المسلمين الجزائريين اللي كانت في 5 ماي 1931. من مطالبها أنها عارضت سياسة الإدماج تماما واهتمت بالتعليم باللغة العربية وكذلك نشر الوعي الثقافي أوساط الشباب الجزائر. أخيرا، الاتجاه العالم الشيوعي الذي كان بقيادة عمار أزقان أو أزقان تحت حزب الشيوعي، تحت الحزب الشيوعي في 25 جوان 1936. من مطالبه المساواة والارتباط مع فرنسا بالتخلي عن الهوية الوطنية. عموما، اختلفت مطالب الأحزاب السياسية إلا أن فرنسا كان رد فعلها على هذه المطالب كلها بابا. المقاومة السياسية قلنا هو تغيير أسلوب الكفاح مع قطع قرن الشريف من كفاح عسكري مسلح إلى كفاح سياسي سلمي. ما هي وسائلها؟ ماذا استعملت؟ إلى الوسائل المقاومة السياسية التي ناضلت بها وكافحت بها عندنا الأحزاب السياسية كما لوحت الجدول، عندنا الصحافة، اعتمدت على الصحافة في نشر أفكارها ومطالبها، ضف إلى ذلك الجمعيات والنوادي الثقافية التي انتهجها خاصة الاتجاه الإصلاحي في الجزائر. إذا أعزائي التلاميذ، إذا أول حصة إذا الحركة الوطنية كنا في 1939، سوف نكمل إن شاء الله درس الحركة الوطنية من 1939 إلى 1954 تاريخ إلى الثورة التحريرية. الحصة القادمة إن شاء الله. أتمنى لكم التوفيق أعزائي التلاميذ، وإلى درس قادم إن شاء الله.